رح نروح لمحطتنا التالية. وتعاني سوق العقارات من فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وطبعا يعني بالوقت اللي عم نشوفه حاليا عم بيكون في عروض كتيرة بالمقابل، وأيضا عم بنشوف إقبال ضعيف على الشراء طبعا بسبب غلاء الأسعار للموجود جدا بسوق العقارات. وطبعا هذا الشيء رح نحكي عنه أكثر، رح نحكي عن أسبابه الضمنية، شو ممكن يكون في حلول وغيرها من التفاصيل مع ضيفنا اليوم المختص بالشأن العقاري السيد أيمن شحادة. أهلا وسهلا فيك ويسعد أوقاتك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير. لما نقول سوق العقارات يمكن هذا يشغل بال جميع الناس اليوم. امتلاك عقار في سوريا بعتقد صار حلم لكل مواطن سوري بسبب بورصة سوق العقارات اليوم. صحيح. اللي هي أساساً ما في حد ولا رقيب، في ارتفاع كتير كبير اليوم بسوق العقارات. خلينا نحكي بالمجمل اليوم كيف هي صورة سوق العقارات، إذا ما بعطي هيك بداية تعريفاً قبل ما نبلش بالتفاصيل. بداية صباح الخير. هلا اللي صاير إنه أكتر شيء بسوق العقارات صاير في جمود بشكل عام بالوضع العقارات بسوريا. السبب طبعاً صاير في طرح بالعرض، يعني الطرح كتير والطلب قليل بسبب ارتفاع الأسعار الخيالية. صحيح. طيب خلينا نحكي شوي اليوم، يعني حالة ارتفاع الأسعار الجنونية قديش في هيك عوامل عديدة هي مترابطة هي عم تسبب هاي الحالة؟ العوامل أول شيء هي من البداية، أول شيء الحرب أثرت إلى حد ما أو إلى حد كبير، لأنه صار في صعوبة بتأمين المواد الأولية. الشيء الثاني حتى نحن يعني نحن كأشخاص ساهمنا بهذا الموضوع، يعني سواء إذا شخص بده يشتري عقار، في ناس عندها قدرة مثلاً ملاءة مادية أو كذا، أحيانًا عم يكون عم ينطرح العقار بأغلى من سعره الحقيقي، يعني يكون صحيح. أحيانًا سعر وهمي وعم يشتري، فبهاي الحالة الشخص الثاني اللي عم يبيع عم يحدد اسعار للمنطقه كلها على اساس البيع اللي بايعه هو. صح، فلان باع بهيدا السعر، انا ليش لحتى ما ابيع؟ تماما. بس شو الضوابط اليوم؟ ما في اليوم لا رقيب ولا ضوابط على سوق الاسعار، ارقام خياليه. نحن بنعرف الحرب اثرت المواد الاوليه الاساسيه للبناء بارتفاع دائم، يعني من شهرين كان في ارتفاع بنسبه من 60 ل 80، من 6 شهور لسنه كانت 100%، ما في رقيب، بس في ارقام خياليه. يعني رغم كل الظروف اللي هي بتلعب عامل اساسي بارتفاع الارقام اسعار سوق العقارات، عم نسمع ارقام خياليه، 12 مليار و24 مليار و10 مليار، حتى صحيح. بالمناطق العشوائيه اللي كانت ممكن الناس تطمح لانه تشتري منزل او بيت بسيط صار في ارقام كثير كبيره يعني نسمع اليوم. صحيح والله، هو الحقيقه ما في ضوابط للحد من ارتفاع اسعار العقارات، لانه اساسا مثل ما حكينا اول شيء في غلاء، يعني في كل فترة وفترة قفزات بأسعار العقارات بارتفاع، فعم يضطر حتى أسعار المواد عم ترتفع، فعم يضطر المتعهد أو أي صاحب عقار إنه يغلي بأسعار عقاره. حتى في أسعار يعني صاحب عقار بيكون متوقع إنه في قفزة للعقار، فعم يطلب الرقم اللي عم يطلبه عم يكون وهمي وغير منطقي. وللأسف أنه أحيانا بتشوفي كمان في ناس مثل ما حكينا أنه بتجي وبتشتري، فهذا بيساهم بالأزمة. أكيد. حضرتك حكيت شوي عن أسباب ارتفاع العقارات، خلينا نحكي عن بعض الضوابط اللي ممكن تكون موجودة ممكن تساهم باستقرار هذا السوق. هلا برح يكون في ضوابط لهذا الموضوع، إذا ما كان في ضوابط لأسعار المواد الأولية اللي هي بالأساس كانت العامل الأساسي بارتفاع العقار، مثل أسعار المواد الحديد، المحاصر، الرمل إلى آخره، البيتون، كله هذا الموضوع عم يتحكم بسعر العقار. فوقت عم يكون الأسعار عالية فإجباري بده يكون في كل فترة قفزات بارتفاع الغلاء الأسعار. شو اللي ممكن يحد؟ يعني نحن عم نحكي مع مختص بشأن سوق العقارات، هي بعض الحلول اللي ممكن نقترحها أو نحكي عنها ممكن حدا ياخذها بعين الاعتبار، لأنه نحن عم نحكي عن واقع مؤلم. يعني من الأسبوع الماضي للأسبوع اليوم في فرق دائما بنسبة 20 ل 30، يعني دائما في طلوع، حتى لو ما في عرض بين البيع والشراء دائما في ارتفاع بالأسعار. يعني شو اللي ممكن فعليا يكون في ضبط اكثر لاسعار العقارات اليوم؟ هلا ما في مثل ما حكينا، اذا ما رح يكون في ضبط اذا ما كان في ضبط لاسعار المواد الاوليه. يعني اذا ما كان في ضبط لاسعار المواد الاوليه بالعقار ما رح يصير في ضبط.
لتحددي انت. هلا الدوله باكثر يعني بكل المناطق السورية حددت سعر المنطقه بكل مكان، مثلا حتى ضمن المدينه كل مكان حدد سعر المتر فيه، انه هذا سعر المتر مثلا بهاي المنطقه بيتراوح بين، او سعر اعطوه يا انه نت انه هذا سعر المنطقه هون هي، بس ما حدا عم يلتزم بالاسعار. أكيد. يعني اكيد عم نشوف حاليا سوق عقاريه او تسويق عقاري جديد فرض نفسه اللي هو التسويق عبر السوشيال ميديا. يعني اليوم الناس كثير منا اذا بدها تستاجر او حتى بدها تبيع، بدل ما تنزل لمنطقتها والمكاتب العقاريه الموجوده صارت تتواصل عبر السوشيال ميديا. صحيح. مصداقيه هذا النوع وقد ايه صار مجدي، هل هو عم يعمل حركه جيده بالسوق او لا، في له مساوئ؟ شو راي حضرتك؟ هلا هو هذا الموضوع في له مساوئ وفي له إيجابيات. خلينا نحكي، تفضل. هلا بالإيجابيات، أنت كشخص متلقي سواء بالعقار أو بغيره، يعني السوشيال ميديا حتى صار فيها دخلاء ناس كتير صاروا يعني يشتغلوا بكافة المجالات وكافة المهن، سواء إذا كان عقارات أو غير عقارات. ولكن المساوئ إنه أنت تكوني عم تتعاملي مع الشخص اللي صح. يعني احيانا بتشوفي اسماء وهميه عم تنطر على الفيس، طبعا حسابات جديده شغلات هيك، هذول انا برايي ما فينك تاخذي من يعني موضوع انك تتعاملي معهم بشكل ثقه او بشكل كبير، لانه هن اساسا ما كان عندهم يعني عمر مهني للشغل اللي عم يشتغلوه، ما عندن اقامه بمكان معين، ما عندن شيء، يعني ما بتعرفي عنه شيء الا انه ما بيتم اساسا عمليات احتيال من خلال التسويق العقاري على السوشيال ميديا بشكل كثير كبير. يعني هلا عقارات وغيرها يعني طبعا بتصير. طبعا بهذا الموضوع، يعني هلا حتى شركات خلينا نقول البسي او غيرها او كذا بتشوفني عم تنطرح بالسوق وعم تاخذيها على اساس لهي الامور، على اساس انه بمواصفات معينه بتتفاجئ انه بتكون مغايره تماما. اكيد ما في شيء بحاسبهم، يعني كونه صحيح. هن فايتين كمان باسماء وهميه وما عندهم مراكز، ولكن في ناس عندها عمر مهني موثوقه من قبل اشخاص، هو اساس كل عمل ناجح المصداقيه فيه. اكيد ساعات بيكون في مصداقيه، في عندي اساس، في عندي عمر مهني، في عندي مكتب او شركه او اي شيء انه انا موجود بهذا المكان، يعني معناتها انه انا واسمي الحقيقي، معناتها انه انا عم بشتغل بشكل صحيح. طيب خلينا نحكي اليوم كمان بعض النصائح اللي بتحب تورجيها او تقولها للبائع والشاري لحمايه نفسه من عمليات النصب اللي صرنا عم نشوفها بالفتره الاخيره كثير. هلا هذا الموضوع بالنسبه لموضوع العقارات، كونه موضوعنا هو بشكل خاص، فهو لازم يكون يعني موضوع العقار ما كثير صعب. اليوم بدك تشتري عقار فينك تنزلي تسألي بالدوائر الحكومي، بالدوائر المالية، بالدوائر العقارية، بمجلس البلدية، بتشوفي هذا العقار ووضعه وتنظيمه رخصته، كل هاي الأمور بتتوضح معك من خلال سؤالك بهاي المراكز، ويكون هذا الشيء اللي عم تعمليه أنت بشكل شخصي، يعني أفضل ما أنك تعتمدي على ناس ممكن هني يتلعبوا بهيك أوراق أو شيء. أكيد بالختام بدنا نشكرك الأستاذ أيمن شحادة مختص بالشأن العقاري، شكرا لوجودك معنا.